This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for. ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم فيديو ديالي في احسن الظروف والاحوال. كيف ديما احلام من قناه احلام بيوتي، وديجا كنت بارطاجيت معكم واحد لا فيديو تبييض المناطق الحساسه، وقلت لكم غدا نرجع نبارطاجي معكم فيديو غادي يكون فيه تعطير المناطق الحساسه، ونشارك معكم لوجيل انتيم اللي كنستعمل. دونك الفيديو ديال اليوم خاص بالبنات 100%. سمحوا لي الدراري اليوم ما عندكم ما ديروا يعني في القناه ديالي، حيت هذا الفيديو خاص بالبنات، ولكن القناة ديالي متنوعة وفيها وصفات طبيعية بيان سيغ كتهم البنات وكتهم الدراري، حيت ماشي غير حنا البنات اللي كنتعرضوا لأشعة الشمس، وماشي غير حنا اللي كنبغيو يعني لابو ديالتنا تكون نقية، الوجه ديالنا يكون مشرق وتكون فيه نضارة وما يكونوش فيه لي بانواغ. بالعكس كيف ما حنا كنتعرضوا لأشعة الشمس، فحتى نتوما الدراري كتعرضوا لأشعة الشمس، فيمكن لكم تستعملوا الوصفات الطبيعية اللي تنحط في القناة، وإن شاء الله القناة غادي تكون متنوعة وغادي يكونوا فيها حوايج زوينين وغادي يكون فيها فلوغات ان شاء الله. دونك الفيديو ديال اليوم خاص بالبنات اللي باقيين بلا زواج، والبنات المتزوجات وكذلك العريسات. فاول حاجه البنات الا بغيتو تختاروا لو جيل انتيم ما خاصوش يكون بارفومي وما خاصش يكون فيه لي برودوي شيميك باش ما يوقعش عندك التهاب في المنطقه الحساسه. فانا لو جيل انتيم اللي كنستعمل هذا لو جيل انتيم، وكنستعمل حتى هذا كتلقاوه في باغا فارماسي، حيت اصلا تناخذو من باغا فارماسي. هذا لو جيل انتيم مستخلص البابونج، وكيحمي من الحكه وكيحمي حتى من التهيج الحميمي. دونك مزيان للسيدات المتزوجات، وفيه مواد كتحمي من لي شامبينيون اللي هما الفطريات ومضاد الجراثيم. فإلا باغي تشري أو لا تختاري لو جيل انتيم اللي غادي يناسبك، إلا كانت عندك لابو يعني نورمال ما كتعاني حتى من شي حكة، ما عندك حتى شي انفكسيون حتى شي حريق، فانتي كتختاري لو جيل انتيم اللي كيكون لو بي اش ديالو ما بين 4.8 حتى 8. اما الا كانت عندك لابو سونسيبل وكان عندك شي حريق اولا شي التهاب، فانتيا كتختاري لو بي اش لو جيل انتيم اللي كيكون لو بي اش ديالو ما بين 7 حتى 9. ولا كانت عندك شي حاجه غراف فوميو تستشري مع الجينيكولوج ديالك. داكوغ البنات، هاد لي جيل انتيم راه بيان سيغ تيقولوا انه الاستعمال ديالهم يعني يومي، ولكن انا ما كنصحش انه هاد لو جيل انتيم كل مره يعني توضاي به، لا. علاش؟ حيت سبحان الله العظيم ديك المنطقه ديك لابارتي عندنا كتنظف راسها براسها، وفيها واحد لي باكتيري اللي تيكونوا نافعين. اشنو تيوقع ملي كل استعمال كتوضاي بهاد لو جيل انتيم؟ يعني ديك لي باكتيري اللي كتكون نافعه كتمشي، تيوقع عندنا التهاب، كتوقع حكه، تيوقع عندك حريق. فمن الاحسن انك تستعملي هاد لو جيل انتيم 3 فوا باغ سيمين، وانا هادشي اللي كندير. وضروري البنات من بعد لي ريغل، فبيان سيغ كتكون نظافه اكثر، فمن بعد لي ريغل ضروري ما تستعملي لو جيل انتيم. اما كيف ما قلت لك، اما كل مره تستعملي لو جيل انتيم لا لا لا، حيت غادي يوقع عندك جفاف في ديك لابارتي انتيم. ودائما النظافه اولا ملي كتبغي تغسلي بلو جيل انتيم، فبيان سيغ انت راه كتغسلي غير من على برا. ودائما الحبوبات ديالي لابارتي انتيم يعني غسلو بالماء اللي يكون دافي. دونك انا كنصحكم بهاد لي جيل انتيم. نورمالمون انا عندي هاد جوج هما اللي كنستعمل، وكيساليو ليا وثاني تناخذهم، مزيانين بزاف، فنقدر نقول لكم كنصحكم بهم. واحد الحاجه البنات اللي ضروري تردوا ليها البال، وممكن بنات كيستعملوها وكاينين ثاني بنات اللي ما كيستعملوهاش، وهو لي بروتيج سليب، اللي هما واحد الحاجه انا كنشوفها مهمه بزاف بزاف. علاش؟ كيف ما كتعرفوا ان ديك المنطقه الحساسه خاصه دائما تكون ناشفه،
فلي بروتيج سليب شنو كيديروا؟ تيمتصوا داك العرق اللي كتكون في المنطقه الحساسه، ودائما تيخليو لك الملابس الداخليه ديالك يبقاو لك نقيين. فانا دائما كنستعمل صراحه هاد لي بروتيج سليب، ويعني 3 سوايع حتى الا كثرت وكنت خارجه يعني مضطره انني غادي نمشي واحد البلاصه يعني بعيده وغادي نبقى فيها واحد 4 ديال السوايع اولا، فتنخليهم مثلا من 3 سوايع حتى 4 ديال السوايع من بعد، باش ساهلين انك من بعد كتشديهم ويعني كتلوحيهم في لابوبال وكتعاودي تستعملي وحده نقيه. كاينين هادوك اللي كيكونوا ديال التوب، صراحه انا ما كيعجبونيش، علاش؟ كل مره خاصك تنظفيهم مزيان بصابون ديال الحجره، وخاصهم حتى تعرضيهم لاشعه الشمس حتى يكرموا مزيان. فمن الاحسن انه هذه كتستعمليهم ومن بعد كترميهم. فمن الاحسن البنات انه هادو يكونوا عندكم يعني عاده، ما تحيدوهمش، ودائما يكونوا عندك في الصاك ديالك الا كنتي باغيه تخرجي او لا مسافره او لا، فهادو مزيانين بزاف. وكيف ما قلت لكم ديك المنطقه ما كتبقاش عندكم سمره دائما البنات، المنطقه ديك لا بارتي انتيم ضروري 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 ما تنشفوها. هي كاينين البنات اللي كتكون عندهم واحد الفوطه خاصه، ولكن حتى ديك الفوطه خاصه خاصك كل مره تصبنيها بصابون ديال الحجره، وخاصه تكرم مزيان بالشمس. فمن الاحسن انك تستعملي الكلينكس، يعني كنشوف واحد الحاجه اللي هي زوينه انك كتستعملي الكلينكس وكترميه وصافي. بزاف ديال البنات تاني كيشوفوا واحد الحاجه اللي هي ايفيكاس اللي هي لاسيغ، منهم انا سابقا حتى انا صراحه كنت كنديرها، ولكن ما بقيتش كنديرها نهائيا. علاش البنات؟ لاسيغ كتشوفي السلبيات ديالها من بعد واحد 4 سنين او 3 سنين او واحد 5 سنين. اشنو كدير لاسيغ؟ ديك البلاصه اللي كدير لها لاسيغ كتمدد وكترهل. فمن الاحسن البنات انا كنصحكم انكم تبداو تستعملوا غير هاد لي غازوار. هادو صراحه ماشي ديال المغرب، انا كنكوموندي عليهم من على برا، حيت استعملت ديال المغرب ولكن ما داروا لي حتى شي حاجه وكيجرحوا، ما عجبونيش. هادو البنات غزالين غزالين غزالين، شي حاجه اللي فريمون افيكاس، لي فريمون افيكاس. وتنصحكم انكم دائما تبقاو تستعملوا لي غازوار وما تبقاوش تستعملوا لاسيغ، حيت كيف ما قلت لكم من بعد مده لابو ديالتكم غادي تولي مرهله وغادي تمدد. واحد الحاجه اخرى اللي بغيت ننصحكم البنات، انه المده اللي كتكون فيك لا ريغل، فانا كنستعمل هاد الفوطه الصحيه ديال نانا، كنشوفها انها زيونه، ودائما الفوطه الصحيه 3 سوايع وكتبدليها. وكاينين البنات اللي كتكون عندهم لا ريغل مجهده سورتو في ديك 3 ايام الاولى، فانا كنصحك انك تستعملي هاد البومبيرس ديال لي بيبي غير في ديك لا بيريود ديال 3 جوغ الاولى. علاش لا؟ ففريمون تعطيك واحد الحمايه اللي هي كبيره بزاف. بغيت ثاني البنات نهضر لكم على واحد لا كريم اللي غزاله 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 في تبييض المنطقه الحساسه، وديجا حطيت لكم لا فيديو ديال تبييض المناطق الحساسه وشاركت معكم واحد لا كريم. كاينين بنات اللي كيكون متوفر عندهم يعني دوك المواد اللي غادي دير بهم الوصفه الطبيعيه، وكاينه ثاني اللي ما كيكونش عندها الوقت فين غدير الوصفه الطبيعيه، مثلا العريسات كيكون عندها واحد الوقت اللي هو محدد. فانا كنصحك اليوم بواحد لاكريم غزاله بزاف بزاف البنات، وكتبيض فريمون كتبيض. انا هذه كنستعملها مره في الاسبوع، ودائما اي حاجه كتبغي تستعمليها سواء في الكريم قبل ضروري خاصك ديري المقشر. انا شويه ان شاء الله غادي نقول لكم اشنو غديري في المقشر، عاد كتستعملي هاد لاكريم، حيت امبوسيبل ديري واحد لاكريم وما ديريش المقشر. داكشي علاش كاينين بعض البنات اللي كتقول لك انا من استعملت مثلا هاد الوصفه الطبيعيه ولكن راه ما عطاتنيش نتيجه، او لا استعملت هاد لاكريم وخديتو من لا فارماسي او لا بارافارماسي وما عطانيش نتيجه. انا غادي غير نسولك اختي، واش درتي بعدا في الاول واش درتي التقشير ديال ديك لا بارتي انتيم؟ عاد ديري يعني اي كريم انت باغيه تستعمليه، وانا متاكده
انه انك ضروري 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 من بعد واحد الخمسه ديال الاستعمالات انك غادي تلقاي واحد النتيجه زويونه. البنات انا تنشكر ليكم بزاف هاد لاكريم، وانتم عارفين انني انا مستحيل نعطيكم شي حاجه الا ما لقيتش عليها واحد الغزيله زوينه. هاد لاكريم كاتبين عليه انه فيه الكولاجين وفيه الملك اللي هو الحليب، وفيه مواد كتساعد على التبيض، وفعلا هاد لاكريم البنات كتبيض. وتاني رجعوا للصور اللي حطيت لكم، راه هي غزاله بزاف، وغادي نحط لكم ان شاء الله لو ليان في صندوق الوصف. بون هاد لاكريم كيف ما قلت لكم السيدات اللي ما عندهمش الوقت اولا العريسات. غادي ندوز معكم البنات دابا لتعطير المناطق الحساسه. المنطقه الحساسه البنات الا عندك بعض ديال الزيوت انا غادي نقول لك عليهم، غتاخدي المدافي وغتحطي جوج قطيرات من زيت البندق، عندها واحد الريحه غزاله بزاف، وغتغسلي بها المنطقه الحساسه. اولا الا عندك ثاني زيت شجره الشاي، حتى هي راه غزاله بزاف وكتعطيك واحد الريحه عطريه زوينه. وعندك ثاني زيت الورد، حتى هي زوينه بزاف، حطيه جوج قطيرات اولا حتى ثلاثه مع الماء اللي غادي يكفيك باش تغسلي المنطقه الحساسه. ولا عندك ثاني زيت البابونج ديري نفس الطريقه. فانا شخصيا لتعطير المناطق الحساسه البنات كنستعمل مسك الطهاره اللي تيكون على هذا الشكل، كتلقاو عند الناس اللي كيبيعوا المكياج في المحلات ديال المكياج، اولا كتلقاو في المحلات اللي كيبيعوا العطور العربيه. هو هذا بدون كحول، وكنستعمل معاه زيت الورد. نتوما عارفين زيت الورد شحال غزاله، وحتى هاد مسك الطهاره فالريحه ديالته غزاله بزاف، والريحه ديالو خفيفه البنات، خفيفه وزوينه. فكنستعمل يعني تنخلط مسك الطهاره مع زيت الورد. ودائما فاش كتبغي تعطري يعني المنطقه الحساسه، فبيان سيغ البنات من بعد ما كتكوني واخده الدوش ديالك، يعني اي حاجه في التعطير حتى كتكوني واخده الدوش ديالك. الحبات ديالي اي بلاصه عندك في لوكور ديالك فيها السميرار فاستعملي ليها هاد لاكريم. ولكن قبل ما تستعملي هاد لاكريم ديال التبييض ضروري ما غادي ديري المقشر غادي نستعملو القهوه، وانتم عارفين القهوه مقشر خطير. بسم الله غادي ناخذ جوج معالق ديال القهوه، وغادي ناخذ جوج معالق ديال سنيده. باش غادي نجمع القهوه وسنيده انا اختاريت زيت اللوز الحلو، نتوما يمكن لكم تختاروا زيت الكوكو او زيت زيتون، اي زيت عندكم طبيعيه يمكن لكم تستعملوها. البنات امتى انا كنستعمل المقشر؟ كنستعمله مره في السيمانه ملي كناخذ الحمام المغربي، اما باقي ليام ايام الاسبوع فبيان سيغ انت راكي كدوشي. ولكن ان هذا المقشر انا كنستعمله ملي كناخذ حمام مغربي، راه نتوما عارفين الحمام المغربي سي سكلفي راه صابو البلدي والكيس وتحكي، راه كاع البنات عارف البنات المغربيات عارفين الحمام المغربي. المهم تنخلط مزيان وبحركات دائرية في المنطقة اللي كيكون عندي فيها السميرار، بحركات دائرية المدة ديال واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، عاد من بعد نستعمل لاكريم ديال التبييض. الا ما عندكش مثلا القهوة وسنيدة، لا سنيدة ضروري خاصها تكون عندك. الا ما عندكش مثلا القهوة يمكن لك تاخدي يعني حامضة وتقطعي على جوج، والنص ديال حامضه تحطي ليها سنيده وتمشي لديك لابارتي اللي عندك فيها السميرار، وتا هي بحركات دائريه عاد البنات يمكن لكم تستعملوا لاكريم ديال التبييض. اللي بغيت نقول لكم البنات واحد الحاجه اللي هي ضروريه وخاص كل بنت تكون عندها، وهما هاد السبراي على الاقل واحد جوج حتى ثلاثه يكونوا عندكم في لاشومبغ ديالتكم دائما من بعد الدوش. من بعد الدوش خدي هاد السبراي
ورشي على لو كور ديالك كامل، فهو فعلا تيخلي لك واحد الريحه زوينه بزاف. واي حاجه كيف ما تنقول لكم كديروها من بعد النقاه، من بعد ما كتكونوا واخدين الدوش ديالكم. وهادو راه كتلقاوهم عند مالي الماكياج، هادي خديتها كومونديتها من واحد لو سيت سيسكل، فيه هادو راه موجودين بزاف في المغرب، وحتى الثمن ديالهم راه ثمن مناسب، وكاينين يعني فيهم بزاف ديال الروائح، وانت راه بيان سور راه كتختاري الريحه اللي عجباتك. ورجعي ثاني حتى الفيديو ديال المخمريه اللي ديجا حطيت لكم في القناه، فهو فيديو زوين، وحاولي تصايبي المخمريه وديريها، فهي فعلا كتخلي لك واحد الريحه غزاله بزاف، سواء في الشعر او لا في لوكور ديالك. كنتمنى الحبوبات ديالي ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. فإلى عجبكم الفيديو جام وتابونوا عندي في لاشين وضغطوا على زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. وما تنساوش مره اخرى كنحماق عليكم وبوسه ليكم كبيره.